السلام عليكم ورحمة الله، معاكم سيد من قناة الإبداع والتميز، دائما قناتكم أبدع واستمتع. وفيديو جديد النهاردة بنتكلم عن كيفية فحص الهارد ديسك والكشف عن أي أخطاء موجودة على الهارد ديسك. وطبعا زي ما انتم عارفين الهارد ديسك ده من القطع المهمة جدا في أي كمبيوتر، اللي بيأثر من خلالها على أداء الجهاز بشكل كبير جدا. عشان نقدر نفحص النهاردة الهارد ديسك، جايب لكم 3 طرق مختلفة كلهم أسهل من بعض في كيفية فحص الهارد ديسك بتاعك. عشان نخش نفحص الهارد ديسك دلوقتي، هنخش أول حاجة وأول طريقة عندنا هي التشيك ديسك. طبعا ممكن تقابل مشكلة زي مثلا الهارد ديسك عندك بيكون بيعمل صوت زيادة أو عالي، أو بياخد وقت كبير في التحميل سواء في الفتح أو في القفل، فده بيكون مؤشر سيء مع الأسف إن الهارد ديسك فيه مشكلة. عشان نخش على فحص الهارد ديسك، هنروح للفايل اكسبلورر، تمام، ونبدأ عملية فحص الهارد ديسك. تمام، التشيك ديسك طبعا هنا هوت بتقدر تفحص لنا 3 حاجات أساسية، هي فحص الهارد ديسك نفسه أو فحص الفلاش ميموري وفحص الميموري نفسها أو الذاكرة بتاعة الجهاز، بالإضافة إنه كمان ممكن يعمل إصلاح لبعض العيوب اللي موجودة في الهارد نفسه. تمام، هنخش على الفاير اكسبلورر، تمام، ونروح لزيس بي سي، تمام، وبعد كده هنلاقي ان هو الدرايفرات بتاعتنا كلها، واذا كان في فلاش ميموري واذا كان في ديسك. تمام، هنروح على رايت كليك وبعدين بروبرتيز، وبعدين نخش على تولز، جوه تولز هنا هو هنعمل تشيك. هنا هو بيقوم بعملية اسكان للدرايف اللي انت واقف عليه. تمام، زي ما انت شايفين بتاخد حوالي 30 إلى 40 ثانية، وممكن تاخد وقت أطول حسب مساحة الديسك اللي انت بتعمل عليه سكان. تمام، وممكن كمان يطلب منك ريستارت. هنا هو زي ما انت شايفين بيقول تمت العملية بنجاح، ومش شايف أي ايرور موجودة في الهارد ديسك، يعني ما فيش ايرور. طبعا في حالة ان لو في ايرور وعملها فيكسد فبيقول لك وير فاوند اند فيكسد، وطبعا الحالة الثالثة اللي هي الأسوأ ان هو يكون شاف ايرورز ولكن نوت فيكسد، وفي الحاله دي طبعا مؤشر خطير جدا ان عندك في يعني مشكله كبيره، والمشكله دي محتاج تحلها، ولازم في الحاله دي تعمل باك اب سريع جدا لمحتوياتك اللي على الهارد ديسك دوت، عشان تغير الهارد ديسك وتجيب هارد ديسك جديد، او تشوف اذا كان في اي اداه من ادوات تصليح الهارد ديسك. تمام، الحالة التانية هنا هو ان انت عن طريق الكوماند برومت ان انت تقدر تخش على علامة الويندوز وبعدين تكتب سي ام دي. تمام، جوه السي ام دي هنكتب الامر اللي ظهر قدامكم على الشاشة، تمام، بنفس الترتيب مع وجود المسافات اللي متوضحة فيه. تمام، وبعدين ندوس انتر، بيعمل تشيك زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين ان هو كتب كل حاجة، كتب جنبها اوكي، يعني معنى كده ان الهارد ديسك هيلسي او الهارد ديسك بحالة جيدة. طبعا في حالة ان الهارد بيكون سيء او في مشكلة هيكتب لك بريد فيل، يعني معناه ان الهارد فيه مشكلة، وطبعا معناه في الحالة دي ان انت لازم تلحق تاخد الداتا بتاعتك من على الهارد وتنقلها لهارد جديد وتغير الهارد بتاع الجهاز. الطريقة الثالثة عندنا هنا هو باستخدام برنامج من البرامج المتخصصة في إصلاح ومشاكل عيوب الهارد ديسك والكشف عنها. البرنامج هو اسمه كريستال ديسك انفو، والبرنامج دوت موجود منه النسخة المجانية على الموقع الرسمي. تمام، هنخش على الموقع الرسمي crystalmark.info. تمام، ادي الموقع. تمام، بتخش بتعمل داونلود للستاندرد فيرجن بتاعتهم. تمام، وبعدين بتعمل سيت اب للبرنامج، اهو زي ما انتم شايفين السيت اب بيتم بسرعه كبيره. ادي هو بيعمل على طول تشيك اوتوماتيك للهارد ديسك، زي ما انتم شايفين هتلاقي جود 100%، يعني جيد بنسبه 100%. تمام، بيديك طبعا مجموعه كبيره جدا من الاحصائيات زي ما انتم شايفين للهارد ديسك. تمام، زي ما انتم شايفين وديك المساحة الكلية للهارد ديسك، وتحت بقى تفاصيل كبيرة عن الهارد ديسك، وفوق بيكتب لك
كل حاجة موجودة عن الهارد ديسك، وتحت ان هو لو في اي مشكلة بيظهرها لك. تلاحظ ان في نقاط زرقاء تحت، النقاط الزرقاء ديت معناه ان كل حاجة سليمة في الهارد ديسك. طبعا النقطة الزرقاء معناها جود، النقطة الصفراء معناها خلي بالك احذر في مشكلة، والريد دوت معناه ان في مشكلة كبيرة او ان الهارد سيء. وفي الحالة ديت زي ما قلت لكم لازم نغير هارد ديسك، ننقل كل الداتا بتاعتنا عليه. ارجو ان تكونوا استفدتم بشرح النهارده، ويا ريت ما تبخلوش على قناتكم قناة الابداع والتميز. ابدع واستمتع بلايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.